احتلال إسرائيلي بنى منظومته الفكرية بين الجمهور الاستيطاني والصهاينة في فلسطين، أن هذا المكان هو آمن وأنه لا يوجد خطر عليك ولا يوجد خطر لتجارتك ولا لتبييض أموالك ولا لمن يريد أن يأتي كصهيوني هذا البلد. هذه كسرت، وعدد من تم خروجهم آلاف مؤلفة باعتراف الاحتلال الإسرائيلي حتى أشهر الأعياد كان تقريبا مليون ممن الذين سجلوا خروج في هذه الأراضي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي. فقط 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 معلومة مهمة باعتقادي سيد تيسير، يعني الآن نتحدث عن أكثر من مليون صهيوني غادر فلسطين خلال هذه الفترة، منذ متى؟ نعم، منذ 7 من أكتوبر إلى يومنا هذا مطار بن غوريون سجل تقريبا مليون إسرائيلي غادر تحت مسميات مختلفة، جزء منها تجاري، جزء منها عمل، جزء منها خروج، وجزء منها سياحة. من لم يعد أغلبهم لم يعد، وهذا حتى طلبات اللجوء زادت، وهناك من خرج بجواز سفره الأجنبي، ونحن نعلم أن تقريبا ثلث إلى نصف الإسرائيليين يحملون جوازا أجنبيا. الضفة الغربية فقط خلال الأيام السابقة، العمليات التي قام بها أبناء الضفة الغربية كان في مناطق الحدودية أو من قام فيها أبناء فلسطيني الداخل تجاوز 21 قتيلا. وبهذا المشهد تستطيع أن نفهم فكرة أنه إن كنت آمنا من الصواريخ وهي تمتلكها المقاومة، فأنت لست آمنا من العمليات الداخلية، ولست آمنا من فكرة أنك أنت واستثمارك وأموالك ليس بآمن بهذا المكان.